السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اجي تشوفوني اليوم زعما درت واحد كارثه. المهم اليوم بغيت ندير راسي زعما راني بحال شوف تيفي عجبتني الدار. المهم انا صراحه ما كنتش باغا نصور من الاول، ولكن هما منين شافوني كنصور اقترحوا عليا انني نصور. جاية تقريبا اكثر من 30 سنه. المهم انا في الاخر ديال الفيديو غادي نناقش معكم هذا الموضوع. 87 اكثر من 30 سنه. لا واصله واصله واصله. ساكنة غا بوحديتك هنا؟ لا، ها هو راجل. شوفوا المنظر هنايا داير بحال شفشاون. حنا في كازا بطبيعة الحال. هانتوما هذا هو الفار. لا زوين الصراحة، المنظر زوين. تقول حنا في الشاون، الشاون هي اللي فيها هاد الشكل. مرحبا، ما كنشوفو الدار من الداخل. راجل لا ما يقول والو. مرحبا بنا عندكم. حنا خارجين على كازا، شوفوا المنظر هنايا. صراحة عندكم المنظر زوين يعني. انا عندي الباك وعندي الدبلوم خدامه والو بصح. هاجي تشوفي نوريك الباك. وين الثاني زوينه شحال اجنبي كتكون كم غرمه هاي مسكينه. هادي الوالده ديالك. شنو مادة دابا شي عامين. الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها ويوسع عليها. مات في كورونا. وا كورونا ما خلات حتى واحد هاد داك العام. هنا عندكم المنظر على البحر ياك. صراحه الدويره زوينه. مراكم مبرعين بصحتكم. ها انتم عندكم المنظر على البحر. انتم مبرعين في البحر. ولكن ما عندهمش الماء والضو، يعني نتمنوا زعما انهم يدخلوا لهم الماء والضو لان غيكونوا مكرفسين الصراحه. نخرج من هنا. شكرا لكم بزاف على الدويره. شكرا لك بزاف. شكرا. كاين عندكم الموضوع في الداخل ديال الدار؟ كلشي تهرس، ما بقاش عندكم الموضوع. مرحبا. المهم البنات كيف ما شفتوا معايا، انا كنت صراحه كنت غادي نصور داك ريستورون اللي كان تحرق، وكنت غادي نديرو في القناه ديال تي في وي سوكري. المهم ملي كنت مشيت صافي صورت قلت علاش لا نجيب لكم نصور لكم نتوما واحد الجوله في هذه المنطقه اللي كاينه تقريبا على عين دياب. المهم العنق هما كيسميوها بزاف العنق، كاينه ما بين عين دياب وما بين المسجد ديال الحسن الثاني. المهم حنايا ملي مشينا لديك المنطقه صورت فعلا الريستورون البلاصه اللي تحرقات وداكشي، ومشينا مع هاد لابارتي اللي شفتو معايا غادي تشوفوا معايا قدامنا. وكانت بانت لي هذيك الدار اللي اللون ديالها داير بحال فعلا بحال الناس ديال شفشاون، المنطقه ديال الناس شفشاون اغلبيتهم كيصبغوا بهذا اللون. المهم انا كنت في هاد البلايصه كنصور هكذا. المهم ملي بانت لي السيده خرجت من الدار حاولت انني ما نصورهاش، يعني صافي وليت كنصور جهه البحر. ولكن المهم شفتها ان تفاجات انها اقتربت مني قالت لي مرحبا الا بغيتي انك تصوري الدار دخري تصوري زعما. وهذا انا يا صراحه ما في الاول ما كانش باين ليا واش كاينين الرجال. المهم قربت من الدار فعلا بديت كنصور، تفاجات انها قالت لي دخلي. قلت انا يا صافي راه راجلها اللي حداها تمايا وانا غادي ندخل انا وياها نصوروا الداخل. تفاجات انه كاين راجل واحد اخر الداخل، والحمد لله الحمد لله انهم كانوا شافوا من قبل
انا الزوج ديالي كاين معايا وليداتي، يعني ما مشيتش بوحديتي، وهذا الغلط ما نحاولش انكم ديروا في حالي. ها نتوما هنايا فين كنت كنصور شفتها كتشطب، قلت زعما ما نديرونجيهاش صافي. من بعد قلبت، ملي قربت غير تمايا ما كنتش اصلا كنصور، ولكن هي قالت لي زعما الا بغيتي تصوري راه حنا كيدخلوا الاجانب كيصوروا هذا المنظر حيت كيعجبهم بزاف. المهم صراحه هذا الغلط ما نشجعكمش انكم تديروه، لانه صعيب الحال خصوصا الا كنتو بوحديتكم. مازال الا كان معكم شي حد راه ما كيزعم عليكم حتى واحد، بس انا الا رديت البال في الاول ديال الفيديو راه قالت لها راه راجلها معاها. المهم حتى ساليت الجوله وصورت وساليت، قالت لي واش ما تدوريش معايا. الا سمعتوها راه كانت في اخر الفيديو، يعني في اخر مقطع صورته هنايا. المهم ما علينا، كملت التصوير ديالي عادي، يعني كملت التصوير، صورت الدار، ساليت، قالت لك دوري معايا ماشي مشكل، دورت معاها، مشينا كملنا حنايا الجوله على رجلينا، تمشينا شويه باش حتى الوليدات يبدو شويه الجو. ولكن ملي كنا راجعين الموقف اللي طرا وانا الصراحه ما عجبنيش، انه لقينا دي فاكونسي اللي كانوا دايزين من تمايا، وحتى هو عجب، حتى هما عفوا عجبهم المنظر ديال الدار وبقاو كيصوروا. ملي بقاو كيصوروا المنظر من الخارج قالت لهم اجيو دخلوا، وهما امتنعوا بطبيعه الحال، ولكن قالت لهم خاصكم تدوروا معايا. ما عرفش سمعت انا 100 درهم، يعني قالت لهم واش 100، قال لها واش، قال لها 100 درهم، وهي قالت لي 100 درهم. المهم انا شفت لي فاكونسي من بعد ما عجبوش الحال ومشاو في حالاتهم. الموقف اللي ما عجبنيش هو هذا، يعني مازال مع ولاد بلادك ماشي مشكل انك ديرها غيدوروا معاك ولا هكذا. وبعد المرات بنادم كتكون انت غادي على حسن نيه حتى كيستدرجك. انا ما عرفتش شكون كنت بوحديتي واش ما غيتقبلوهاش مني ولا لا، ولكن حيت شوفوا معايا الزوج ديالي يعني ما زعموش عليا، ولكن واخا هكاك دورت معاهم وصافي وزدت. ولكن ملي كيكونوا دي فاكونسي غادي يجيو ولا اجانب يعني غراب على المدينه ديالهم وتجيو ديروا معاهم هذا الموقف، انا الصراحه ما عجبنيش الحال، لانهما صوروا التصويره عاديه، ولكن الى التصويره غادي يخلصوا عليها ما عرفتش، ولا هما ولاو خداوها كمهنه انه كيستدرجوا الناس حتى كيصوروا، غير كيصوروا كيقولوا لهم خاصكم تعطيونا تدوروا معانا. بوتيتر انا داروها معايا على خاطري، ولكن الناس اللي من سميتو داك الموقف اللي شفت الصراحه تزيرت وما عجبنيش، لانه الا كانوا غادي يبززوا على الناس انهم يخلصوهم على التصاور اللي صوروا راه مشكل كبير هذا. المهم ما علينا، انا كملت الجوله ديالي، جبت الدويره ديالي، صورت فعلا كيف ما قلت لكم الفيديو ديال الحريق ديال داك الريستوران اللي كان على الكورنيش. واش غنقول لكم، الله يهدي ما خلق، لان هاد المواقف ولا بحال هاد المسائل اللي كتخلي الاجانب او الناس اللي كيجيو يزوروا البلاد ديالنا كيتكرهوا، لان انا ما كنفضلش بحال هاد المشاهد بحال هكا. منظر زوين ما فيها باس انه بنادم جا وتصور حداه وداكشي، ولكن باش تطلب منه انه يعطيك فلوس مقابل تصويره خداها او لا فيديو دارو، جاتني شويه ناقصه شويه ناقصه، يعني بهكذا باش كنجريو على الناس اللي كيجيو يزورونا في بلادنا. وبحال هاد المواقف كيخليو صوره خايبه على المغاربه وعلى المغرب وعلى الناس ديال المغرب، وحنا ماشي هكا، ماشي كلنا هكا، وما نبغيهمش حتى هما الصراحه يديروا هاد الموقف. المهم كيف ما قلت لكم، ما تديروش بحالي وتمشيو تزعموا وتدخلوا الديور ماشي المهم انا الصراحه عن حسن النيه الصراحه انا ما كنتش اصلا قلت لكم كنصور، ولكن ملي شافتني هي انا كانت كنصور من بعيد تقربت تمايا وقالت لي واش تبغي تصوري دخلي صوري هانيه. صراحه زعمت، ولكن هاد الزعامه صعيبه يعني ماشي خصوصا الا كنتو بوحديتكم، اذا كان معكم شي حد مرحبا. وانا راه شفتوني منين كنت خارجه، راه جا ولدي قال لي شداك دخلي واخا باقي صغير عنده العقل عليا. المهم صراحه هاد المواقف شويه صعيبه، سورتو انا وكي قلت لكم انا كنت متوقع انا غنكون غير انا وياها، من بعد تفاجات انا وكاين راجل واحد اخر الداخل وداكشي. يعني الا كنتي بوحدك فهاد البلاصه راه كيف ما شفتو البلاصه خاويه مقطوعه، الله يحفظها والله يستر. المهم هما ناس ماشي كنشكك في مصداقيتهم، ناس طيبين مزيانين، دخلت صورت وهذا، عاودت ليا وضحكنا وسمتو، خرجت راه شفتو الجوله كيف ما هي كيف ما وريتها لكم. ولكن بعض المرات راه حاجه بسيطه كنديروها وكنقدروا نخلطوا عليها شي حاجه اللي كبيره. المهم الحمد لله خرجت طفيفه غير هكاك تدويره وصافي، ولكن المهم ما كنشجعكمش ديروا بحالي. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بطبيعه الحال لايك والاشتراك في القناه، ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم وحدي وريوسكم. يلا بسلامه.